اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره الزميل الناقد الرياضي الاستاذ بليغ ابو عيد. ازيك يا استاذ بليغ؟ اهلا بك استاذ محمد. انت واخد نفس اللون بتاع القاصد ولا ايه؟ بنحاول بقى نقلد، بنحاول نقلد. انت قاصد؟ اه طبعا. يعني انت جاي النهارده منحاز معايا ضد احمد عيد. بيبان من اللبس. والله ده ممكن تكون خدعه ولا حاجه في بدايه الحلقه كده. خدعه؟ اه اوكي طب ماشي. يعني ما تطمنش قوي يعني. اه لا بقى انا انت هتقول لي ما تطمنش قوي. انت حد يعمل لك انت ولا احمد عيد؟ كابتن احمد عيد حبيبي. مساء الفل عليك. منورنا ومشرفنا. حبيبي ومساء الفل عليك يا استاذ بليغ. بالك احمد كابتن احمد عيد. يعني غير ان تستمتع بيه في التحليل وتستمتع بيه في كل مكان، تستمتع بيه لما يكون معاك في السفريه بره ويقعد يغني كده ولا حاجه على الطياره. صوته ايه بقى؟ لا يسمعك بقى اهو. عارف فنان ناس صوته يجيب الطرش في الودان. الطياره كلها الطياره كلها تتلم احمد عيد بيغني. فنان ناس؟ نفس الصوت بتاع فنان ناس في الفيلم؟ اه. لا والله. قال له يا فنانة ودلع الفن. يا نانان ناس. منورنا يا كابتن. حبيبي حبيبي. ماتش بلجيكا بكره قلقك؟ بصراحه يعني انا عن نفسي يعني لو انا بحب العب الماتشات دي يعني ماتشات من الماتشات الجميله اللي تتلعب. اللعيب بيستمتع اكتر في الماتشات دي طبعا. احنا لينا تجربه مع منتخب بلجيكا في 2005 وكان ليه هدف من اجمل الاهداف في مرمى بلجيكا طبعا بالنسبه لي، او اجمل هدف جبته مع المنتخب. لعبناهم فين في 2005؟ في المقاولين العرب. أوكي. كسبناهم 4-0. وقتها كان كابتن حسن شحاته. المنتخب لسه لا، كان المنتخب اول بتاعهم بس ما كانوش لسه عملوا المشروع بتاعهم اللي هم المشروع اللي هم عاملينه ده دلوقتي. بقى لهم مثلا 7-8 سنين بيجهزوه. او يعني 7-8 سنين المنتخب موجود. لكن هم بيجهزوا له من فتره كبيره جدا. من 2008-2009. هو الفتره ديت ما كانوش لسه منتخب على الساحه زي ما هم موجودين دلوقتي. فالماتشات دي جميله يعني الماتشات الحلوه ومتعه كمان ان انت الملعب هيبقوا كله مصريين تقريبا يعني كل وحتى لو كويتا في الاخر المصري. اه ما بقول لك مصريين او كويتا في الاخر هو التشجيع هيبقى رهيب لمنتخب مصر بكره طبعا. الاستاد كله يعني الاستاد كله هيبقى معاك طبعا. دي حاجه كويسه وتحتك بقى الاجواء حلوه يعني تقصد. اه طبعا ملعب حلو، جمهور، ماتش حلو، منافس جميل. حلو ماتشات جميله جدا كلها. والمنتخب بيحب يعني احنا اللعيبه المصريه بتحب الحاجات ديت بتحب تلعب. بس هي برضو المدرب بيفرق يعني هيقفل هيلعب جيم متوازن ولا جيم مفتوح ولا جيم مقفول. انت متوقع ايه فيتوريا؟ هو بص هو حتى لو هيلعب باي طريقه هي حاله اللعيبه في الماتش هي اللي هتخليك تقول احنا كويسين او وحشين. يعني هو ممكن الراجل يلعب بتحفظ 4-3-3، هو بيلعب 4-3-3 في الغالب هيلعب بالطريقه ديت. بس كان لعبها الماتشات الوديه اللي قبل كده بشكل، واعتقد ان بكره هيلعبها بشكل تاني. الماتشات الاولانيه كان حاطط زيزو ثالث في نص الملعب، وكان حاطط محمود حماده ثالث في نص الملعب، وكان طارق حامد بس اللي في النص. والماتش اللي بعده غير حط امام بدل زيزو كده. يعني الموضوع كان ماشي بالنسبه له. بس انت عارف مين هيبقى الجوكر بكره اللي ممكن يبقى يعني بص رمانة الميزان في اداء منتخب مصر؟ عارف مين؟ امام. برافو عليك. لا بيفهم في الكوره على قد يعني ساعات بختبره اختبارات كده بكتشف. بص قال لك ايه؟ قال لك فيتوريا هيفهم ويلعبه. ما هو ده سم. عارف ما ده السؤال ده يفضل ساكت كده. عارف عادل امام بتاعهم شغالين؟ امال ايه؟ ساعات صلاح يقعد يتكلم عادل امام طالع كده زر اهو ده. طب شوف بكره ما توقعش انه يبدا بيه امام. للكلام اللي بيقوله كابتن احمد كلام فني بحت صح. رمانة الميزان بتاعه يعني نجاح الفكره ليه؟ اصل امام بيلعب الدورين يعني البالانس ده. يعني وقت ما انت بتقفل امام تالت نص ملعب بيقفل وبيدافع وينقض من كل حاجه. انت ما عندكش حد اصلا اسلوب لعبه زي امام. ترى لو امام في نفس الجاهزيه اللي هو فيها دي في الفتره بتاعت كاس العالم كان هيفرق معانا كتير. كاس طبعًا. العالم وكاس الامم كان هيفرق معانا كتير في نص الملعب. انت كان عندك الثلاثه في نص الملعب اسطمبه واحده. للاسف ما دي مشكله. اسطمبه واحده دي حاجه يعني حاجه مش وانت بتنقل الهجمه اللي ينقلها لك بمهاره وبسرعه وانت ضامن بضمان كمان يعني مش ده. هو امام عاشور يعني وجراءه بيلعب الاثنين وجراءه ما انا بقول لك بيلعب الاثنين. اه طبعا. فهو رمانه الميزان طبعا بجانب نجمنا الكبير محمد صلاح طبعا عليه عبء كبير جدا. بس امام في نص الملعب هيبقى واخد الدورين طبعاً. عارف ذو الوجهين طبعا. والكره عليك هو بيعرف يعمل الدور ده كويس جدا والكره معاك برضو
بيقلب بلاي ميكر. بص هي 4 3 3 مرسومه على امام عاشور بصراحه، يعني هو اللعيب الوحيد في العالم كله، هو المكان ده في العالم كله هو اللعيب اللي بيفرق جدا في 4 3 طبعا، اللي زي امام عاشور في الحته دي بصراحه. فلازم يكون هو ده، دي فرصه لامام انه يستعيد ما فقده من هاري كتير الايام اللي فاتت صح في الماتش ده. هترجعه يعني لو بيسمعنا او حد يوصل له او طبعا يعني ممكن طبعا هو في المعسكر انه فعلا بكره ممكن امام ده يبقى نجم الماتش، والله العظيم ممكن يمشي يروح اوروبا من ماتش بكره. خليه شويه بس ما يروحش دلوقتي، ده همه في الزمالك. ده همه في الزمالك. لا اتمنى له طبعا التوفيق، امام لعيب ويلعب في اي مكان على فكره بمستواه الحالي. و شفنا صلاح بنتكلم على العقليه والمنتاليتي والحاجات دي كلها في في في, في الجائزه، فهو الراجل بيقول لك ايه؟ ما تجيبليش شفت المنتاليتي بقى، هنحط صلاح منتاليتي أي... جنب امام ده امام ماشي. ما انا بقول لك ما هو من هو بيقول لك دي امام لو ظبط دي ربع، ما انا بقول لك هو ربع. هو صلاح قال ايه؟ قال انا عملت دوت فسهل اي حد. طب احنا بنناشد صلاح، اقعد يا صلاح بعد اذنك مع امام الايام دي كتير، اتكلم معاه كتير. اه والله صحيح، امام لو عرف يظبط دي دماغه دي هيروح حته ثانيه. لا هو ان شاء الله يبقى مركز الفتره الجايه، وعايز اقول له انه يعني مستقبله اوروبا، يعني هو لو ركز جدا هو ده في اوروبا هيبقى لعيب كبير جدا. ما هو الصراحه هو بس هو بعد سنه ولا سنتين عشان الكابتن احمد. لا ما يعني انا هقول لك، انا جاي لك في الكلام اهو. هو مثلا هو وديانج واسمه ايه واكرم توفيق، يعني مستقبلهم اوروبا. اه بصراحه محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم والله العظيم. وانا شايف مثلا واحد زي اسامه جلال ممكن يبقى كده، واحد زي ابراهيم عادل. احنا عندنا سبعه اكرم توفيق، انت قلت اكرم، ما انا يعني بقول عندنا سبعه ثمان لعيبه. هو بقى يعني عاوز يودي اللعيبه برضه يفضل الاهلي. طب وماله؟ انا ما يعني مش هو مش يعني خد بالك مش يعني هو خبيث يعني. هو خبيث وانت عشان خبيث ففهمه. انا راجل نيتي على قدي. وضح لك عشان انت بس بقى انا حاسس النيه. ايوه لا انا حاسس النيه ماشي، وانا قاعد مع اصل هي العروض ما بتجيش الا لعيبه الزمالك بس. لا بس عايز اقول على حاجه، اولا احنا عندنا ميزه مش كتيره في دول كتير، ان انت دايما عندك روافد. يعني انت لو مشيت امام هيطلع لك لعيب، لو مشيت اكرم انا متاكد انت عندك قطاعات ناشئين اهلي والزمالك وانديه كتير. عند احنا بنشوف حتى لو مش عاجبنا منتخب الناشئين وادائه مع كابتن وهبه الحقيقه، بس في 6 7 لعيبه تمام جامدين جدا. انا عاجبني 3 4 لعيبه فيهم في المنتخب الصراحه جامدين جدا. منهم اللاعب اللي هو يعتبر مش عايش في مصر او مش مصري، الديفندر بتاع المنتخب. اه اسمه ايه؟ فكروني باسمه، لعيب جامد جدا بصراحه، من احسن لعيبه في الفرقه. طب بصراحه وشكله مختلف، ورقم 6 زي ما الكتاب بيقول. انا لو هو جبريال اسمه طير جبريال. فهو لعيب كويس قوي قوي. بص جبريال مع عمر خضر، مع عمر سيد، مع ايمن عبد العزيز، مع حسام عادل، انت عندك لعيبه احنا حفظنا اسمائها. لا لعيبه كويسه الصراحه. خد بالك مع المنتخب اللي فوقيه اللي هو رأفت خليل والمجموعه اللي معاه، مع المنتخب الاولمبي ابراهيم عادل بثلاث اربع لعيبه، يعني انت عندك روافد. هو المشكله بس في الفرصه هتتاخد امتى؟ يعني اللعيبه ديت تقدر تلعب. يعني انا لو في الزمالك، لو انا مسؤول في الزمالك، تعرف كولر صعد عمر سيد معوض؟ صعدوا خلاص. اه هيصعدوا خلاص يعني الايام الجايه دي. طيب كويس، دي حاجه كويسه بالنسبه للناس. هو كمان يعني رأفت خليل مقتنع بهم جدا الاثنين. طب كويس، هو الراجل مش باصص على صفقات او حاجه. وفيريرا بيقول لك مش عايز اللعيبه، عينيه على وهيرجعوا فريق الامل في الزمالك. اما هو الطبيعي في الغالب هم قال هيلعب بيهم كمان كاس الرابطه ديت، برضه حاجه فرصه كويسه. طبعا. يعني احنا كنا بنقول ان الزمالك فشل في كاس الرابطه اللي فاتت، بس انا شايف ان الزمالك اكتر فرقه نجحت واستفادت في كاس الرابطه، لانه طلع الشباب اللي كسبهم دوري. كابتن انت بتتكلم، شوف في ناس بدأ من 17 سنه السنه دي في كاس العالم موجوده، و18 و20 و21، واحنا عندنا 24 سنه وال25. بيقول لك الناشئ وهنبدا ياخد فرصته ويديله فرصه في الملعب ويديله شوط ومش عارف ايه، 24 25 سنه اللي هو يعني بيبقى خلاص قمه توهجه، واحنا لسه بنتكلم معاه على انه ناشئ. ابنه عنده 5 سنين. يعني انا عارف انه محمد هاني لسه حد دلوقتي ناشئ، الناس بتتعامل عليه انه ناشئ محمد هاني. فيعني المفروض انت تدي يعني معدل الاعمار لازم في الفرق المصريه لازم يبدا ينزل شويه. فكره انه السن اللي هو الناس بتبدا لا 20 21 و22 مش مقتنعين بيه، لا لازم الناس دي تاخد بدري. اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعه كان موجود لغايه 4 5 سنين، ما اعرفش ايه اللي حصل. عايز جرأه من مديرين فنيين. يعني انا نفسي اعرف من جيلكو اللي هو الجيل اللي كسر الدنيا ده، 3 كاس امم وكان مكسر الدنيا مع الكابتن حسن. انا فاكر
كان متعب واحمد فتحي وحسني عبد ربه والناس دي الجيل ده، وكان معاهم حسام غالي متهيألي كان بقى قبليهم بشويه. لا حسام كان قبليهم الجيل بتاعنا قبليهم بسنه، وجمال حمزه والمجموعه بتاعتكم دي كانوا نجوم وهم شباب صغير طبعا. يعني تألقوا فين؟ في تألقوا في الشباب وتألقوا في انا فاكر عماد نجم واحمد وكسبوا كاس امم شباب مع كابتن حسن شحاته كانوا نجوم وكانوا بيلعبوا اساسي كانوا في الاسماعيلي. كانوا بيلعبوا في فرق احمد فتحي وحسني عبد ربه كانوا اساسي في الاسماعيلي. انت بتتكلم الاسماعيلي كان بيلعب نهائي افريقيا وحسني عبد ربه واحمد فتحي كانوا 17 سنه مع المنتخب والمنتخب خدهم فاكر مخبوهم فاكر الفيلم ده 17 سنه 17 سنه واساسيين مع نادي زي الاسماعيلي بيلعب افريقيا نهائي. انا فاكر طبعا وبعد كده دلوقتي الكلام ده عايز اراده تواصل اجيال حتى في المنتخبات. يعني كان المنتخب بيبقى فيه جيل ثلاث اجيال متواصلين وتقدر يصح اندماج. ده الجيل الثالث ده شاف الناس اللي حققت بطوله يعني لعب مع جيل بطوله فاخد ده. يعني انت دلوقتي في مسافات بعيده المنتخب الاولمبي كام واحد منه مثلا مرشح يبقى في المنتخب الاول محدد الان عارف احد يعني اسباب المشكله ده عشان نقفل الموضوع ده البيزنس الكتير اللي بقى في الكوره عندنا في مصر ده حقيقه اللي هو الوكلة ومظبطة مع شوية مديرين تسويق مع شوية أعضاء مجالس وهجيب لك ده عنده خبرة يلعب وبتاع لا بيزنس لا الوقت بقى اللعيب لازم يوصل 20-25-30 مليون عشان فلوس بتتوزع النهاردة فبقى على حساب اللعيب أحسن منه في قطاعنا أحسن منه بكتير ده حقيقة في قطاعات ناشئين بصراحة يعني. طيب أستاذ بليغ هقول لك خبر لطيف قبل ما نخش في صلاح. بيقول لك يا سيدي كوستاريكا كانت هتلعب مع العراق ماتش ودي يوم 21 مش عارف يوم ايه. المهم كوستاريكا انسحب من المواجهه فعرضوا كان بكره ميعاده. فالشركه المنظمه او الشركه الرياضيه لتنظيم الماتش عرضوا على منتخب مصر يجروا من الكويت على استاد البصره يلعبوا الماتش يوم 21. فبيقول لك ان اتحاد الكره المصري او البعثه بتدرس الفكره وقالوا لهم هتاخدوا 500,000 دولار. فبيدرسوا الفكره بقى وفق ارتباطات اللعيبه والانديه والكلام ده. انت ايه رايك في الكلام ده؟ انا شايف ان هو يعني منتخب مصر اكبر من انه كده بصراحه. إزارة. انا اسف يعني قرشين كده يجرك عليهم لا يعني ما يصحش. لو يعني الماتش اللي انت مرتب له مش واخد فكر ما انت كان ليك الماتش ما انت كان والله انا خبر قدامي هما وفي الجول كان المفروض ليك ماتش تاني وانت ما لعبتوش. كانت قال الكويت ومره قال الاردن وبتاع وانت اكتفيت بماتش بلجيكا. لا ده هزار يا استاذ محمد. لو فرقه تعتذر في حد يقول لك تعالى بسرعه لا 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 ده ما يليقش لا باسم ولا سمعه المنتخب المصري ولا تاريخه. حتى لو هديك مليون دولار برضه يعني احترام شخصيه المنتخب المصري لا ما يعني الامر طبعا امر سيء. ولو انا اسف يعني انت مش هتبقى تلعب الدور ده خلاص النهارده الحق عارف المنتخب المصري عارف دوبلير محمود انا مش عاوز اقول لك كلمه اصعب بصراحه. لا اسكت انت لان هو بيقول لك كوستاريكا عايزين يخشوا بدون تاشيره مش عايزين ياخدوا تاشيره العراق ان شاء الله ما جيتوا يعني مش عايزين ياخدوا تاشيره مش عارف فيلم غريب كده. السياسه بقت تخش في حواديت كده غريبه جدا. يعني بيقول لك منتخب هولندا في قطر بيتمرن جايب العمال اللي كانت بانيه الاستاد وانا بختلف مع قطر في حاجات لكن برضه لا يليق ان انت جايب عمال عشان تبعت مسج للعالم دي العمال بقى اللي كانوا بيموتوا تحت انقاض الاستادات فهو جايبهم يلعبوا معاهم في التمرين ربع ساعه كده لل معرفش طياره ايه حاطه شعار ال 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 الزوز ده بيسموه ايه؟ المثليين ومعرفش ايه. تخيل يعني بيدخلوا فده بقى يقول لك مش عايز اخد تاشيره العراق على الجواز بتاعي فرفضوا. فالشركه الرايه كانت بايعه التذاكر اوريدي للجمهور فالحق مين بقى القريب مننا هات الحنين طبعا ده هزار يا كابتن احمد. طبعا كله هزار يعني الموضوع صعب جدا. منتخب مصر اكبر من كده بكتير. انت خلاص انت متفق على ماتش هو اجنده وبعدين اصلا اللعيبه اصلا مش هو هيبقى امتى كده كده الماتش ده بقول لك يوم 21 لا بيتهيألي يعني يوم الاثنين اللعيبه هترفض ولو الراجل خلاص لو الراجل وافق الراجل بيقول لك هيشوف المواعيد والانديه والمواعيد اللي طبعا المونديال خلاص المحترفين ما المونديال 20 يوم اتحد. انا باكد لك انا باكد لك ان كمان اللعيبه المحترفين هيرفضوا هيرفضوا الموضوع لو الانديه بتاعتك يعني النهارده ما انت برضو الزمالك عامل حسابه اللعيب بتاعه هيرجع يوم 19 والاهلي عامل حسابه اللعيب بتاعه هيرجع وفار كل انديه عامله حساب لعيبتها لان في كاس جاي بعد يوم 26 خلاص مش اجنده دوليه ما فيش حتى اجنده دوليه. فانت مش انت اللي حاطط مواعيد المسابقات الكاس ده يوم 26 ولا الوالده بتاعتي؟ ايوه بقول لك خلاص حتى ما تقدرش انت صح ولا غلط تتمسك باللعيبه يعني مالكش حق خلاص انت دي مش اجنده دوليه خلاص يعني. والله طبعا كابتن الاستاذ محمد الفتره اللي فاتت اللي حصل التخبط الاداري اللي موجود في اتحاد الكوره
والناس كلها السنه دي بتتكلم على عام 2022. وخلي بال حضرتك برضو الناس دلوقتي احساسها بكاس العالم، شايفه المنتخبات، شايفه الاجواء في كاس العالم، برضو يعني الناس صعبانه عليك، انت خلاص خطوه يعني، انت كنت قربت وشايفه الناس ان هو كان لا في كان ممكن المنتخب يستحق. يعني دليل ان حضرتك لما سالت الكابتن احمد في الاول شايف المباراه ازاي، الناس يعني حاسه هو مبسوطه بالماتش عشان تحس انها في الاجواء. يعني الكابتن محمد صلاح اتكلم مع اللعيبه بيقول لهم يا جماعه الناس في مصر كلها زعلانه، عاوزه كانت تتفرج علينا في كاس العالم، فدي فرصه لينا احنا ان احنا نثبت للناس والعالم كله، الناس بتتفرج على المنتخب، ان المنتخب المصري صدفه سوء حظ عدم توفيق، لكن المنتخب المصري يستحق ان هو يكون متواجد. يعني خلينا نكون مش عايز نفتح الماضي، بس ياس المنظومه لازم تكون مجتمعه. يعني لو عندك لعيبه وفنيا وكان عندك جهاز كويس كروشو، بس في اخطاء ايه عشان الفندق اصله بعيد، اصل الجمهور عشان الفندق بعيد كانوا واقفين لنا على بتاع، فبدل ما نوصل في نص ساعه ولا ربع ساعه وصلنا في ساعه ونص. اصله يقول ما اعرفش البتاع اللي كان بيحطوه في العينين الجمهور، قصص بتسمعها، كل دي اخطاء اداريه. كابتن احمد احساسك ان النهارده وصلاح يعني صورته بتتصدر برج خليفه وبياخد جائزة أحسن لاعب في العالم في جلوب سوكر، يعني جائزة قوية جدا على مستوى العالم، في استفتاء جماهيري على مستوى العالم، بنزيما بياخد أفضل لاعب في الجائزة، وفي نفس الوقت صلاح بياخد أفضل لاعب باستفتاء جماهيري في وجود راموفيتشي بقى وراموس، واسماء ضخمة جدا يعني. طبعا محمد صلاح زي ما اتفقنا هو الراجل سطر تاريخ لنفسه والبلد، و كمان بيسطر تاريخ مع ليفربول، حاجه محترمه، حاجه محترمه جدا جدا جدا. يعني بيتهيألي ما حدش وصل للحته ديت في، يعني ممكن افريقيا اقول لك اه في حد خد احسن لعيب في العالم كان من فترات كبيره من اسمه جورج وايا خدها، فبيتهيألي ما حدش وصل للمكانه ديت عربيا. الموضوع مختلف، وجورج وايا خدها بس ما كانتش بالقوه دي الجوائز، ما كانتش بالقوه ديت طبعا، يعني وقتها اعتقد بفرانس فوتبول مش فاكر كان في البلندور، ما كانتش لسه بتاع الزابيست اللي هو كانت كانت فرانس فوتبول يعني البلندور ما كانتش لسه الجوائز بتاعت الموضوع ما كانتش بتاعت الفيفا ما كانش، هو برده كان حاله طبعا كان حاله طبعا ولعيب كبير جدا. لكن محمد صلاح يعني هو فخر مصر، فخر العرب، فخر افريقيا، فالراجل ودانا في حته تاني خالص، على سقف الطموح بالنسبه للشباب الصغيره دي كلها. انت اصلا بتتكلم يعني بتتكلم في ايه شباب ايه اللي على سقف طموحهم؟ انا لسه هو الراجل لسه احنا قاعدين من خمس دقايق هو بيقول 10 سنين قادرين ان بره، فين الشباب اللي استفاد؟ ما هو احنا بقى انا بقول لك هو على خمس دقايق هو على سقف الطموح، ما هو ماشي من 10 سنين احنا من خمس دقايق بنقول هم امتى اللعيبه الشباب ياخدوا فرص في الانديه. ايوه انا بقول لك هو على سقف الطموح، انا ما بقولش المنظومه ما راحتش للحته دي. يعني نفسي احنا من 10 سنين اقول لك صلاح وهنبقى عندنا 100 صلاح ومش عارف ايه، هو نفس الكلام اللي كنت بكلمك فيه من 10 سنين بنتكلم على صلاح وان احنا امتى تاني بقى عندنا صلاح تاني. ما نفسي سقف الطموح إيه؟ الانديه نفسه كمان يعلى عشان يعملوا 100 صلاح. ما انت النهارده لو مشيت امام عاشور ومشيت رافت خليل ومشيت عمر سيد، احنا قاعدين نقول على الاسماء الصغيره اهو، وعمر خضر وايمن امير عبد العزيز واللعيبه الصغيره دي لو طلعت في اوروبا هيطلع لك صلاح تاني اكيد. ما هو الاحتراف مش مفتوح من عندك من فترات، والانديه بتتمسك. ده مش ما هو ده اللي انا بقوله لك. ايه بقى انا بقوله؟ يعني انا اتكلمت في الاول على منتخب بلجيكا، مش بتكلم اللي بقوله امام عاشور بس سيبه في الزمالك سنتين. بكلمك على منتخب بلجيكا واكرم لا هو طبعا لو جاي له فرقه كويسه وفرقه جامده والكلام ده تليق بصراحه. ده سافر ايوه ماشي سويسرا، هو لو جاي له فرقه بتسوق زي بازل كده اقول لك يروح، ما فيش مشكله. ميدو بدا مع لو جاي له فرقه زي اياكس زي الفرق ديت بتاع ايوه ماشي. ما في فرق بتسوق وفرق لا، في فرق بتسوق يعني هتلاقي اياكس جند، هتلاقي الفرق البرتغالي اللي هي الكبيره دي. بس امام هيعدل المرحله دي، يعني امام اوريدي هو مستواه دلوقتي يعدل بصراحه المرحله دي. تمام أنا بس فهم. اقصد يعني ايه افتح افتح وطلع يعني ما يجيليش مثلا فرقه متوسطه في تركيا اقول لا انا هسيب لا يطلع. لا انا معاك ما ينفعش في دي، انا معاك يعني ما ينفعش الكلام ده يعني مش قيمته. وتاني حاجه ناس الزمالك مش هيسيبه، يعني مش هيسيب امام الا لما يبقى في عرض يستفاد منه النادي. مصطفى محمد في تركيا غير مصطفى محمد في فرنسا. اما طبعا موضوع مختلف. معلش برضك تركيا اللي كانت خطوه لفرنسا. انا معاك بس الاداء الفني بيفرق برضه في الدوري، يعني ده مصطفى محمد اداؤه في الدوري بس بيتشاف، يعني الـ 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 لما بيلعب حتى في الدوري التركي بيتشاف اكتر منه. خلينا نتكلم بصراحه لا 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 يبقى اقرب لا 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 بس مستواه يعني مثلا تريزيجيه
ما هو الراجل بيلعب في دلوقتي فين؟ انت بتتكلم على الدوري الفرنسي، انت بس تريزيجيه بتتفرج الناس كلها بتتفرج كل اسبوع. بس الراجل دلوقتي الراجل كلها بتتكلم الناس على مستواه، بس تريزيجيه راجع من صليبي هيرجع تاني هيرجع تاني. انت بتتكلم يعني برضه في دوري من الخمس دورات الكبرى دي برضه حاجه لا مستوى. هو نفسه مصطفى مستوى الفني تطور طبعاً. في الدوري الفرنسي ده انه بتبقى مرحله ان انت مثلا تكمل تنتقل بيه. يعني انا عندي في تجربه اي فكره اي انتقال لاوروبا زي ما الافارقه بيعملوا كده هم صغيرين، بيطلع بدري بيبدا ممكن درجه ثانيه. مفيش حد بيبدا بكام خد مكانه ما مشيش عنده 17 سنه و16 سنه. طبعا يعني هات لي لعيب ماشي 23 24 سنه في افريقيا كده وتقول لي ده بيلعب في دوري كبير، مفيش. لا مفيش طبعا مفيش. هو الموضوع هو الفكره بقى، انا كنت في اول الحلقه بكلمك على ايه، على منتخب بلجيكا في 2005 هم كانوا ايه واحنا كسبناهم 4-0 وكان منتخب بس لسه بس كانوا بادئين مشروع، كانوا بادئين مشروع، بداوا مشروع بقى لهم فتره. اللي عملوا خلاص المنتخب كابتن بركات بداوا في شهر 8 كده، لا مع تطوير الكره المصريه وشفناه اسمر على نتائجه مع المنتخب. نروح له كده يروح رايح كده. انت رميت له برضه حته بتاعت اتحاد الكوره دي، مش انت بتتكلم على مشروع بلجيكا يبقى لازم تتكلم على مشروع مصر. ما انا عارف احنا في شهر 8 قال لك عندنا مشروع والكوره المصريه في سكه ثانيه وطريق ثاني رجعنا. ما احنا لازم نتكلم نجيبه كده نعدله. ده الموضوع كله في الاول وفي الاخر انت لازم تبقى حاطط سيستم من بدري من بدري عندك وتطلع وتحط قواعد. دي اراده لازم يقودها اتحاد الكوره. لا ما اتحاد الكوره بيعمل ايه يا كابتن؟ يعني المشروع بتاعه ازاي يقسم السفريات على اعضاء مجلس الاداره وازاي يعمل مشروع يضيف المشروع ده جنبه ان هو يبقى ده مين اللي هيسافر. ده مشروع اتحاد الكوره. ده بقول لك في خناقه مين يجدد جوازه اسرع من التاني بالتاشيرات. الجوازات بتخلص بالتاشيرات. طيب مش انت مش هتقوم انت بقى عامل لنا كرسي في الكلوب وتقوم كاتب مثلا ومقال، ولا تقعد تتكلم تقول لك يعني ايه صلاح ليله ماتش بلجيكا بيمشي يروح ياخد جايزه، ما هو بنزيما هو ما راحش. بس بقول لك بنزيما برضه ولا انت يعني لا ما هو خلينا نتكلم برضه عشان الحته الشريره اللي عندك مش هتطلع لصلاح. لا اصل خلي بالك في منطق، في منطق. أيوة صلاح بس. هيلعب ماتش ودي اي منطقه هيلعب ماتش ودي كده. لا لا حد تاني غير صلاح تم اختياره لاي لاعب في المنتخب المصري لو تم اختياره للحصول على الجائزه دي كلنا هنكون هنرحب. اصل خلي بالك كابتن محمد صلاح يعني انا يعني اكتر تصريح عجبني في الفتره اللي فاتت دي كلها عنه الكلوب لما قال لك انا لغه الانجليزيه شوف لي عايش لي كام بره. قال لك انا كنت اتمنى ان انا اتكلم عن صلاح باللغه الالمانيه لان انا كلامي باللغه الانجليزيه مش عارف ادي صلاح مش عارف يعبر بالشكل يعني مش عارف يليق يعني اقول لك باللي بيعمله صلاح. يعني نفسي اتكلم بالالمانيه عشان ادي صلاح حقه. يعني شوف يعني كل كلوب بلغته دي قال لك انا مش قادر يعني ادي صلاح حقه باللغه الانجليزيه، انا كنت عاوز اتكلم بالالمانيه. فالبره النظر صلاح لينا كده. فصلاح النهارده الجائزه دي بعد ذا بيست والبلندور هي من افضل ثلاث جوائز على المستوى العالمي. وصلاح برضو السنة دي ما كانش مثلا ترشح لأكتر من جائزة بس ما خدهاش، فكان صلاح محتاج الجائزة دي حتى نفسيا ومعنويا بيه كانت مهمة جدا. فصلاح هيقدر يلعب بكرة هيلعب بس بمعنويات مرتفعة. تخيل صلاح النهاردة المدير الفني لو عمل مدير فني بقى بجد وقال له لا انت ما تروحش، تخيل صلاح هيبقى ازاي. كان لو عمل مدير فني بص خلي بالك لو هو مدير فني بجد بالأمانة برضو ما كانش طلع صلاح. لا لا انت انا عايز اقول لك على حاجه، لكن ان هو الراجل لو هو مدير فني لا 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 لو مدير فني استنى بس لو امور فنيه لو امور فنيه هديك امثله لو ناحيه فنيه لكن لو ناحيه معنويه اللاعب هيخرب. لا لا انا هديك امثله يعني مثلا صلاح او ساديو ماني لما خد افضل لاعب في افريقيا قبل كده او كان يورجن كلوب يسمح لهم يسافروا بيبقى عندهم ماتشات برضه في الدوري الانجليزي نص ساعه بالطياره. لا في مواقع انا فاكر ما كانش تاني يوم. لا لا حصلت انا ممكن اجيب لك امثله بس مش حاضرني دلوقتي. كان عندهم ماتشات رسميه في الدوري لا كان تاني يوم والله كان في ماتش تاني يوم. بس انا اصلا ده زي ما انت قلت الجمله انا معاك ده حدث ايه تاريخي زي ما احنا كنا بنتكلم على عصام الحضري. طب ايه رايك في الموضوع في المغرب في المغرب لما يجي له دعوه يكرم كاسطوره من اساطير الكره في العالم وهو المنتخب الاولمبي بيلعب في المغرب ماتشين وديين. هل لو انت بقى لو كان ميكاليب جد يدي يخليه يمشي ولا ما يخلوش يمشي؟ لا طبعا بدل اسخر بالك ده يعني ده الحضري مش يعني هيطلع وهيرجع المنتخب ملوش تاثير برضو ازاي يعني مين اللي هيمر الاجوان. هو التكريم يا كابتن احمد في وقت التمرين ما اقصدش التكريم ما هيروح. لا انا اقصد هو غلط من حقه. بص يا فندم انا بس بحكي في حته جزئيه انا متفق مع بعض. انا في مدير فني ممكن اقول لك لا
انا مش هخرجه الماتش زي كده، ده محدش يختلف عليه، لكن انا بقول لك صلاح محدش يقدر يقول له في ثوابت في الاداره، في بص في ثوابت في الاداره انه ده ما ينفعش تخرج من المعسكر، بس في الاداره كمان فن الاداره في ايه، في استثناءات في احداث طبعاً. اللي هي بتبقى تاريخيه، يعني انت لما تقول لي صلاح هياخد احسن لعيب في العالم في استفتاء جماهيري جايزه كبيره واقول له لا ما تسافرش، ما انت برضو بتحرمه من احساس تاريخي هو بينساب له لغايه ما نفس الموضوع بالنسبه للحضري. مين صلاح ذو الفقار ده؟ انت حضرتك برضك قلت يومين مين صلاح ذو الفقار؟ معلش احنا هنعدي صلاح بفكرك تقول ولا صلاح ذو الفقار؟ لا انا بفكرك حضرتك، بفكر صلاح معتزل لا بفكر حضرتك ان انت من يومين قلت ان هو في صلاح جاي له عشان دعوه عشان الجلوب سكر، وقلت ان هو الجهاز الفني كان رافض. حضرتك انت قلتها خبر هنا، كان في نقاش، كان في خبر يعني، يعني وحضرتك اتكلمت هو طبعا عشان المنتخب وظروف المنتخب، لكن بس هو كان في نقاش بس يعني انا لو انا بدير انا لو انا بدير يعني وتم اتخاذ القرار الصح 100% طبعا والحضري والناس النهارده كلنا والحضري نفس الموضوع بيقولوا لي حاجه على الحضري ايه يا جماعه، اي مثلا صفحه الفيفا اهو بيذيعوا على معانا دي صفحه الفيفا اللي عامله على الحضري فيديو اللي الراجل يعني موجود في متحف في الفيفا القفاز بتاعه وبقى ليه انجاز عشان تاريخي. الرقم اللي عامله ده الرقم اللي هو اكتر لعيب في التاريخ صد ضرب الجزاء في كاس العالم، كمان اكبر لعيب في التاريخ صد ضرب الجزاء، اكبر لعيب شارك كحارس واكبر لعيب صد ضرب الجزاء. الاسم اللي بيتذكر اللي هو اسم المصري الوحيد دلوقتي في كاس العالم الحضري بيتذكر كاكبر لاعب، الناس اللي هو دلوقتي كاكبر يعني الوحيد اللي ليه تواجد حاليا في قطر وبيتذكر اسمه الكابتن حضري. الكابتن حضري تاريخه كبير اصلا دي ما فيش فيها مشكله طبعا كلاعب، بس كمدرب وخلي مساعد المدرب يمرن الحراس ايه المشكله يعني يشوط عليهم يا عم هو ما تقلقش، هو راجل يعني عاوز الحضري براحته يعني يمشي براحته، راجل هو كده كده عايز يخلص من عايز يخلص منه يعني. ما تقلقش الموضوع الحضري، هو الراجل مش عاوز الحضري يقول عايز يمشي يمشي ما عندوش مشكله ان الحضري يمشي. لو قلت لك التشكيل المتوقع بكره، السؤال اللي بيغيظ كابتن ضياء السعيد كنت يعني لسه اقول لك كل شيء يقول لي هو كل ما احنا نسالك فيها كابتن قلت له امال هنجيبك في ايه يعني مش فاهم يعني عامل معاه مداخله عشان اقول سر الطبخه يا كابتن ضياء قول سر الطبخه يعني يعني ما تقولوش التشكيل، الراجل مركز مع فلوسه، انت كل مره تقول له هجيب لك الفلوس كل مداخله توعده ان انت هتخلص موضوع الفلوس وادخل المكالمه الثانيه. خد بالك احساس بايخ جدا ان يبقى ليك حق وانت كانك بتشحته يعني برضو، وعارف التجاهل يبقى ليك فلوس وحتى بعيد عن قيمتها كام، بس انت راجل المواضيع دي زمان كانت بتتحل سهل جدا، اصل ما فيش حد ليه مستحق ده بيقول لك الوزير اتحاد الكراس اللي مش مفلس يا يعني. فندم ده بيقول لك الوزير حط مكافاه وحولها للاتحاد وما صرفهاش يعني حطها في حاجه تانية واضح ما اعرفش يعني حتى مكافاه الوزير يعني انت مكافئتك يا عم ما صرفتهاش انت مفلس ماشي طب الراجل اللي حول الفلوس لل طب انا عاوز اسال بقى السؤال، البدلات بتاعت المجلس الاداره في السفريات دي بتتاخر ولا بتتاخد بسرعه؟ بطمن بس لا ما اعرفش بدلات السفر دي لا بس مجلس الاداره اعتقد ان ملوش بدلات. ليه ملوش بدلات؟ اعتقد ان لو في البعثه الرسميه موجود لو اسمه كبدلات له لا اللائحه فيها البعثه الرسميه بياخد لا بس اللائحه فيها بدلات الرسميه اعتقد لا يعني اعتقد هي البدلات مش البعثه للجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز التنفيذي. لا لو رئيس بعثه اتحاد الكوره ممكن تبقى الشركه عامله بدلات البعثه لو اسمه كابتن احمد لو ممكن الشركه نفسها لو اسمه مدرك في القرار الوزاري بيطلع له بدل سفر وبالعكس ده انا هقول لك انا ده بيطلع قرار الوزاري بيطلع له بيطلع ضعف اللعيبه انت من الوزاره لا لا ما بلاش الاسئله الصفر من الوزاره من الوزاره بتطلع من الوزاره لا القرار الوزاري بتطلع من الوزاره بص جرجر خدنا رئيس البعثه وبتاخد زياده خد بالك ده بياخد ضعفين اللعيبه وفي ناس في ناس كانت بتدخل قنوات تصور وياخدوا منهم دولارات. طب احنا معانا الاجوال بتاع كاس العالم في روسيا اللي فات ده بقى احنا معانا اجوال ماتش مصر والمغرب بسرعه زي وعلنا كده بتاعه المنتخب الاولمبي النهارده. احنا كسبنا المباراه دي 3-2 واحنا بنتكلم كده، واعتقد دي نتيجه كويسه برضه المنتخب الاولمبي لانه كان مستواه قدام اسواتيني مش حلو بصراحه محبطه منه كانت المنتخب مش بس انا فوجئت النهارده بفوزه منتخب المغرب منتخب من المنتخبات الكويسه وفي السن ده خصوصا بيبقى عندهم لعيبه كتير جدا واعتقد ان هم عندهم توقف دلوقتي وبيلعبوا يعني فول تيم مش ناقصهم حد. هو ميسي اللي جاب الجول الاولاني اللي فات ده بس انا مستغرب على الملعب حاسه مش ملعب ماتش ملعب تدريب مش عارف يعني هو ما هو ماتش ودي ما هو ماتش ودي يعني مفيش ملعب تحس انه مفيش اهتمام بيه ولا يعني لا خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه برضه عشان ايه اسئلتك السماويه دي خد والله مفيش هو ما بيطلعش كلمه كده بص لوجه الله
انا عارفه عشان كده هرد عليه. خد بالك انت في فتره توقف لان المغرب في كاس العالم وهما مش في المدينه الرياضيه والدوري واقف، فدي فتره اسمها تجهيز صيانات الملاعب والناس بتشتغل وبتظبط نفسها وخف يا بليغ. لا بس ملعب كوره كويس جدا، خلي بالك الملعب كويس جدا، ملعب انه ملعب تدريب. انت لو رحت تعمل معسكر تدريبي في هولندا او في المانيا هتلعب على ملعب زي ده. ده ماتش ودي مش معسكر تدريب. صح، ما اقصدش ماتش ودي. ايوه هو ماتش ودي مش منتخب اول برضه. ده مين اللي جاب الجول التالت ده الشوطه دي؟ محمد شحاته. محمد شحاته بتاع طلائع الجيش. جاب جول حلو بصراحه. يعني المباراه خلصت لصالحنا 3-2. تشكيل متوقع كابتن احمد لمباراه مصر وبلجيكا بكره؟ بص هو التشكيل هيبقى فيه مفاجآت بالنسبه للناس او للناس كلها، ما تعرفش الراجل هيبدا بالشكل ازاي، بس انا الثلاثه اللي قدام ممكن اقولهم لك. محسومين صلاح ومصطفى وتريزيجيه. صلاح ومصطفى وتريزيجيه. اللعب بقى في يعني انا بتكلم اللعب في يعني نص الملعب مش محسوم؟ هو ممكن شويه. طب قول لي كده انت في رايك ايه؟ يعني انا انت خد بالك بيطلع كلامك صح في الاخر. انا يعني بقعد اناكفك بس انا والله العظيم نكفته في كذا حاجه ولا ابن الذين كلامه بيطلع. انا في رايي اخطر خطير بقى. رايي ان بكره ممكن يلعب طارق في نص الملعب. طارق حامد. انا معاك. طارق وامام ومعاك في دي. وممكن انا بقول النني. النني وبين النني وبين محمود حماده. ماليش دعوه بين. انا قلت طارق حامد والنني وقدامهم بخطوه يبقى النني. يبقى النني هو النني هيبقى مفاجأة. هو بعد حمدي انا كنت حاطط حمدي مكان النني بصراحه. لا انا كنت ما كنتش متوقع ان هو هيبدا حتى لو موجود. والله عشان هو الراجل هيستخدمه في مركز 6 دوت وهو الراجل حسم طارق تقريبا يعني في الغالب في المكان ده. هو طارق دي حتته بصراحه. طارق لو واقف على رجليه ما حدش يلعب عليه في حته 6 دي. طبعا لحد دلوقتي. وحته السردباك التاني اللي جنب حجازي ديت دي بقى ناس كتير. انا قلت اسامه جلال. انا قلت لك من الحلقه اللي فاتت امبارح كابتن طارق مصطفى قال لي خد يا شباب ثلاثه اختلاف. طبعا طارق مصطفى امبارح قال لي محمود علاء. النهارده كابتن ضياء السيد قال لي علي جبر. كابتن احمد عيد بيقول اسامه جلال. انا من الاسبوع اللي فات قلت اسامه جلال عشان انت الثلاثه التانيين هم الاربعه الريتم مش ما فيش سرعات. الاربعه ما عندهمش سرعات بشكل كبير زي مثلا الونش وزي عبد المنعم. يعني هم مختلفين في الحته. لكن اسامه اصغر سنا ولعب جنب حجازي في الاولمبياد برضو بشكل كبير. وكان برضو بيلعب جنبهم يعتبر اكرم توفيق. اوقات كان بيلعب باك رايت واوقات كان بيلعب في نص الملعب في الاولمبياد. الله اعلم من الحته دي طبعا. بس انا اعتقد ان بكره برضو ممكن يدي عمر جابر ناحيه اليمين. لا يا راجل انا بقول لك يعني محمد حمدي وعمر هدي المفاجاه. ما يعني انا بقول لك ممكن اطمن المره دي مش صح الكابتن اكرم طبعا لهيب. صح؟ لا انا بقول له دي هتبقى المفاجأة لو هو بدأ بعمر. اعتقد دي هتبقى المفاجأة. لا هو طب ليه بتقول عمر؟ عشان هو عمر بدأ مع الراجل الماتشات. يعني انت لو استرجعت الماتشات اللي فاتت هو راح اكرم مش جاهز. كان اكرم راجع من اصابة. اكرم بدأ مع الموسم الجديد فظهر. ماشي خد بالك شهر 9 المعسكر اللي فات لو تفتكر كان في شهر 9. ماشي انا معاك. كان الاهلي لسه ما بدأش ماتشاته. الاتحاد المنستيري كان في اول 10. خلاص فظهر اكرم. خلاص ما هو النني مش جاهز. لا انني لعب اخر ماتشين 3 مع اخر الماتشين 5 دقايق. كل ماتش 5 دقايق. يا راجل لعب 65 دقيقه في ماتش لعب. لا انا بكلمك هو في مدربين. يا خلي بالك انت ممكن الكلام اللي بقول لك عليه ده كله ممكن بكره تلاقي عمر جابر باك رايت ومحمود حماده بيلعب في نص الملعب. ماتش الكاس اللي خرجوا منه الارسنال لو تفتكر. انا عارف انا عارف اللي هو لعب اخر 3 4 ماتشات كان موجود كمان بشكل يعني وبيشارك. لكن انا بقول لك مؤمن بيه جدا ارتيتا بصراحه. مؤمن بيه طبعا. بس طب لكن اقصد انه اداء اكرم في الماتشات اللي فاتت ما يخليهوش في وجهه نظر فيتوريا اقرب من عمر. حتى لو عمر اللي كان بادئ معاه دفاعيا هو كويس الصراحه في الحته الدفاعيه كويس جدا. يعني هو الراجل برضو يعني الله اعلم ممكن يفكر فيها. لكن انا شايف ان هو الراجل بيحب عمر. يعني من جوه المعسكر. طب يعني ايه الميزه لاكرم وايه الميزه لعمر قبل ما اروح لبليغ؟ يعني لو لعب اكرم انت في رايك يبقى هو من جواه لعب اكرم ليه؟ ولو لعب عمر يبقى وجهه نظره برضه الفنيه ايه؟ هو لو لعب اكرم وعدم حب يعني لو لعب اكرم هيبقى الموضوع دفاعيا اكتر. عايز يقفل الحته دي يقفلها بشكل دفاعي اكتر. عمر طبعا عنده سرعات لعيب عنده سرعات وعنده خبره اكتر شويه. لكن اكرم في الحته دي اكتر هو في الحته الدفاعيه في الحته الدفاعيه كويس جدا. لكن في الاخر بقى برضو راي الراجل يعني تمشي كده وتمشي. لكن لو هيزيد عمر ايجابي اكتر
في الحته الهجوميه عمر بيوصل للحته الاخيره بشكل كويس جدا فيها، بيوصل ويروح جوه ال 18 بشكل كبير. هو خاتم مع فيريرا كويس قوي اخر ماتشين، خاتم مع فيريرا كويس قوي، ومع الراجل في الماتش في الماتشات الوديه لعب برضه. يعني هو برضه هل ممكن يستخدمه مثلا وانت الكره معاك وبتبني هجمه يستخدم عمر عشان يضم شويه نص الملعب او حاجه ولا لا؟ ما اعتقدش، لو هيلعب ثلاثه في نص الملعب هيبقى الموضوع مستبعد. هو كده كده هو محتاج حد في الحته الدفاعيه اكتر عن ورا محمد صلاح. محمد هتلاقيه بينزل بيدافع بيخش على نص الملعب، ما بياخدش الخط ده. فهي اكرم اقوى دفاعيا، بس انا برضو في الاخر هقول لك الراجل مقتنع بعمر جدا. الواضح في التشكيله كلنا بنتكلم في نجوم كبار جدا، مش يعني ما حدش بيرشحهم خالص في التشكيله زي زيزو مثلا. انا بس هو الكابتن احمد انا وجهه نظري هو قالها، يعني قال لك ان هو عشان صلاح بيتحرك كتير وبيبقى فيه حريه فممكن مساحه، فانا وجهه نظري عشان كده ممكن هيبقى اكرم الاقرب ان هو يعني يشارك زي ما قال الكابتن احمد. بس هو صلاح بيضمه لجوه فتبقى عايز حد بيزيد وكنترول كويس، يبقى عمر مش اكرم. لا صح. هو محتاج حد برضك يعني عشان ما يضربش عمر. عمر كمان تحس هو فت اكتر، يعني فت يعني هو جاهز اكتر. لا اكرم من فت ماشي، انا بقول لك هو فت في الحته الدفاعيه. لا هو في الحته الدفاعيه بس، انا شايف اللي هما يعني هو اكرم الفتره اللي فاتت، مع انه في الاهلي المفروض طبيعي كل ماتش يعمل له 10 8 اوفرات. مفيش يعني هو في الحته ديت مفيش. حتى كمان الهاف اللي بيلعب قدامه بيلعب على خط قافل. ايوه ممكن تكون، بس انا مش شايف الحته الهجوميه. بس هو اكرم برضه عنده دي، يعني اكرم قبل ما اصابته كان عنده حكايه الاوفرات. لا هو عنده طبعا بصراحه، يعني لو ما اقولكش لا ما اقولش لا، بيلعب كويس برضه. انا بس عاوز اتكلم على جزئيه يا استاذ محمد، يعني متى، يعني احنا النهارده بنتناقش يعني على امتى مين هيلعب مين ومين واغلب الناس، يعني ليه ما تكونش البدايه دي ان يعني الراجل ده يبدا يثبت التشكيل وتبدا الناس تشوف لسه في الماتش ده؟ ما انا بقول لك هنقعدوا الناس امتى؟ ليه ما نبداش الراجل خلاص؟ يعني خد بالك يعني برضه عشان نتكلم عن تشكيل، بينقص منك لعيبه برضه ويخش لك لعيبه المنتخب غير النادي، بس يعني في قوام رئيس الكابتن احمد بيتضاف عليه. ما خد بالك احنا اتنين ثلاثة، خد بالك احنا هنقعد لامتى؟ يعني خد بالك احنا دلوقتي احنا بنتناقش في مركزين ثلاثه، يعني انا كل مناقشاتنا محصوره، لكن انت عندك 6 7 مراكز محسومه. يعني احنا ما حدش بيتكلم على حارس المرمى، فتوح لو موجود خلاص ما حدش هيتكلم على الباك ليفت، لو الونش موجود او عمنا ما حدش هيتكلم مين جنب حجازي، لو يعني نص الملعب النني ولا طارق حامد يعني امام يعني دي، وهو ممكن يعمل حاجه مختلفه ومصطفى خالص غير اللي احنا بنفكر فيه اصلا. الراجل ايه اللي هو يحط زيزو ثالث في نص الملعب زي اول ماتش بدا بيه ورا محمد صلاح كده، ويقعد امام ويلاعب النني ناحيه الشمال ثالث برضو، وطارق حامد في النص. يعني ممكن تلاقيه بيلعب بدايه عشان يشتغل الجبهه اللي هي كان بيشتغلها. بس عايز رايي لو عمل كده يعني هنبقى اقل. انا كنت يعني انت لما سالتني على زيزو انا كنت اتوقع ان هو فعلا هو اللي يبدا على عشوائي. انا لو مدير فني وما بلعبش بلجيكا، لو بلعب منتخب اقل فنيا يبقى زيزو ماشي. هلعب زيزو امام عاشور وانا مغمض الاثنين 8 موافق. لكن وانت بتلعب بلجيكي بقى امام مع طارق مع النني بصراحه طبعا. ده انا اتوقع انه يلعب يعني ما يبداش بعاشور يبدا بزيزو، يعني مش عارف، بس انا حاسس ان هو ممكن. بس هو عنده نص الملعب جامد جدا ماشي، بس هو برضك انت محتاج يعني سرعات زيزو وحركته. يعني امام راجل دفاعين كويس وهجوميا، بس انا شايف انه في اتنين برضو عندك هيبقوا كويسين في خط يعني الدفاع، عندك طارق والنني، محتاج حد برضو عنده سرعات واتحرك. انا وجهه نظري ان هو زيزو يعني اتوقع ان هو اللي يبدا بيه بكره. هو ممكن يفاجئنا بطاهر مثلا بكره تغييره ممكن يبدا بيها يعني؟ لا تغييره لا. استبدال مش هيبدا طاهر ممكن يبقى تغييره وزيزو طبعا اكيد تغيير. والماتش محتاج برضو الحته، بس هو نفس القصه عند يعني طاهر، ستايل قريب شويه من تريزيجيه يعني على الخط وكده، وتريزيجيه برضو اغلبيه لعبه على الخط وبيقطع من بره فقريبها. يعني هو صلاح ناحيه اليمين محسومه خلاص، ناحيه الشمال هيبقى من زمان ممكن يكون حاطط زيزو تغييره ناحيه الشمال. ممكن يبقى حاطط زيزو تغييره ناحيه الشمال، لعب كتير الفتره اللي فاتت ناحيه الشمال. هو كمان تألق مع المنتخب في كاس الامم في تغييرات لكيروش ناحيه الشمال. ناحيه الشمال لعب. هو طالما انت وينج وبتلعب برجلك الاثنين، وضيع حته جون انا فاكر في ماتش السنغال ولا ايه؟ في ماتش السنغال هناك. انت برضو يا استاذ محمد يعني المستوى اللعيبه في الملعب برضو واحساسهم بالمباراه واحساسهم انه خلاص يعني ده تعويض هيكون يعني مش تعويض يعني ايه؟ تعويض بسيط للغياء اللي او اعتذار. دي الماتشات يا باشا، اعتذار للجمهور، مرايه للعالم كله. لا وهي اعتذار
للجمهور وما سالتش على حارس المرمى. اعتذار للجمهور محسومه عواد. الماتش ده اعتذار من جوشك ازاي؟ يعني انا اتمنى ان جيت من جوشك راح من بصال انت. عيب عليك. اتمنى ان هو يبقى اعتذار من لعيبه المنتخب عن عدم التاهل لكاس العالم ان هو الاداء ده. يعمل اداء حلو حقق نتيجه كويسه. طب يحقق نتيجه كويسه ويعمل اداء مرضي. طبعا بغض النظر عن النتيجه. خد بالك ليها برضه قبل ما اختم. والناس اتبسط وتعب. وانا معاك ان هيبقى لها تاثير ايجابي في المستقبل. يعني انت لو عملت نتيجه مرضيه واداء كمان مرضي. انت عارف احنا الجمهور اصله برضه يعني صعب. طبعا. يعني مش بس النتيجه عايز اداء. طبعا. الاداء اهم. يعني كنت تبقى متعادل مع بلجيكا وادائك وحش يطلع الجمهور يزوم. تبقى خسران ومكسر زي ماتش البرازيل احنا خسرانين والجمهور طالع لغايه النهارده فاكر الماتش. احنا خسرانين. طب بسرعه النتيجه. اتوقع ان هو يعني يفوز بلجيكا هدف او التعادل. يعني مش هيبقى فيه. احنا بنيجي نتوقع النتيجه مش قوي. 1-0 لبلجيكا. كابتن احمد. التعادل. التعادل انا معاك. شفت اول مره اتفق معاك. بس كمان انت وبليغ اتفق معاك. بس انت ضمنتني على احمد كده اتوقعه كده المره دي يبقى خلاص. ليه؟ خلاص ليه؟ محمد شبانه معاك المره دي. مش مختلف معاك. ايوه عشان بليغ معاك فانا اضطر ابقى معاك. تمام. انا ضد بليغ على طول. لا انا بقول لك اطمن كده المره دي توقعاتك هتخيب عشان استاذ شبانه معاك. الله 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 الله. استاذ بليغ ابو عادل انا بشكرك شكرا. انا بتشرف بيك دايما يا استاذ محمد. شرفتنا ونورتنا. وبكره عاوزين انتخابات بقى النادي الصحفيين تعمل لنا حاجه كويسه كده عشان نجي نحضر. انتخابات. ما انتخابات على متعة. ماشي بس بالتسكية. ماشي بس برضو ما لازم نصوت موافقين ولا لا. ان شاء الله تنورنا. شكرا يا محمد. شكرا شكرا جزيلا استاذ كابتن احمد عيد عبد الملك نشرفتنا ونورتنا. حبيب حبيب. وعايزين نجهز بقى عندنا كاس عالم شهر ان شاء الله. حاجه عايزين متعه نذاكر. متعه مذاكرين ما تقلقش. شكرا شكرا ان شاء الله. جزيلا احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. احنا الجمعه اجازه السبت اجازه الحد ان شاء الله اذا كان لنا عمر حلقه جديده في تمام 11 مساء من بوكس تو بوكس. إلى اللقاء.